المرأة هي التي تلد وتربي النسل الآخر، فعملها في الإدارات كجزء من المجتمع، فهي أصلا المرأة الصالحة هي التي تصلح المجتمع من غير الرجل يعني صراحة. فعملها في الإدارة أنا موافق فوق 100%، وده شيء كويس، ومشاركتها في العمل الإداري شيء كويس، لكن ما نقول نساووها مع الرجل، بينما مشاركتها مع الرجل من أجل العمل ومن أجل الإدارة يعني شيء جميل جدا. ما أنتن يعني فرتك حتى المرأة تقدم في الإدارة، لكن مع قانون الدولة كما هي الحمد لله لأين قاعد يشتغلوا وكي ليه. أنا قاعد نشوفها معلم كبير مرة، لأن المرأة عندها حق، مش للرجل القرى عندها حق يخدم، المرأة عندها الحق كان قرى تخدم، لأن في الإدارات كان أوين ما فيها العمل واي ذاته ما بيمشي، دونك من اللازم المرأة تخدم. أنا مرتي ذاته كان قارية ده كان ما دور تخدم ذاته، كان لذا تمشي تخدم. أن المرأة لها سلبيات وإيجابيات، ومن سلبياتها لأن من حق المرأة أن تتعلم في كل النواحي، في الناحية العلمية والثقافية والاجتماعية ومن كل الجوانب العلمية، من حق المرأة أن تتعلم، ولكن من حق الرجل أن يلتزم بشروط التعليم للمرأة إذا كانت هي موظفة والرجل كذلك كان موظف، فهناك في تشاجر شيء بينهما. لهذا السبب أنا أقول المرأة لا تخدم في الإدارات أبدا. المرأة دي قبل ما تكون تنتقل لمرحلة الإدارة هي شريكة في الحياة، والعمل الإداري طبعا يحتاج لنوعين، النوع الرجالي والنوع النسائي. والمرأة يعني من نظرتي أنا ما بشوف إنه في شيء يمنعها ما تشتغل، ما في، إذا اشتغلت هي وهي أم وزوجة أو بنت أو أخت فهي أكيد تعين بعدين عائلتها وزوجها وأطفالها، حتى يعني من نفسها كمان هي ما بتحتاج لشيء قدام. أما بالنسبة للإيجابيات فنقول أن المرأة هي السند للرجل في حال أن المرأة لها عمل وتشتغل وتصرف على بعض الأمور في البيت، فهذا سند للرجل وتساعده في بعض الأمور. مثلا إذا كان الناس ما سوا، تجد الرجل في حال ما عنده، مثلا إذا كان المرأة تشتغل وتطلع من عملها مثلا مال أو كده، ممكن تسانده في إيجار البيت، في المصاريف، في احتياجات الأطفال، في تدريس الأطفال مثلا، تسجلهم المدرسة وكده. والله على السلبيات والإيجابيات في الإدارة، ممكن المرأة ما بتعرف يعني هي وظيفتها في الإدارة شنو، أو جات بس عشان مثلا المبلغ المادي أو المساعدة فقط. المرأة لها دور كبير في الإدارة كما هي لها دور في البيت وفي المجتمع، إذن في الإدارة هي كمان لها دور كبير. المرأة يعني من يعني المرأة لو أتيحت لها الفرصة في تأدية إدارة معينة هي فتجيد على الوجه المطلوب، لكن هناك بعض الناس اللي يكون أحيانا ما في مكانهم الإداري أو جو مثلا بواسطات أو أشياء زي كده، فتلاقي بعض الناس يعني ما بتعطي أهمية للمنصب اللي هي موجودة، أو بتلاقي مثلا تنمر من جهة الرجال إنه هم الأفضل وإنه الإدارة هذه لهم، فخلاص تهبط معنوياتها فتلاقيها جالسة بس يعني ما بتدي دورها ولا اهتمامها، وحتى أحيانا صوتها ما بيسمع من قبل الإداريين الكبار. أحد منهم يعني يقولون أن المرأة لا تشتغل في الإدارات، الإدارات ليست للفئة أو لفئة الرجال فقط، المرأة أيضا تشتغل كما يشتغل الرجل، الواجبات والحقوق لزم الجميع، المرأة والرجل. مشاهدينا، بعد ما تابعنا آراء المواطنين نقبلوا في الاستديو ونناقش الموضوع ده. مريم سبينا كثير، في واحدين معارضين وواحدين المعارضين ده شوية، لكن الكثير مؤيدين. هل انت فكرتك شنو في خدمة المرأة ده؟ المرأة ترى حاجة مهمة. المرأة ما حاجة مهمة، كل راجل عظيم ده وراء امرأة. المرأة هي كان الدنيا هي ولدت دم ترى، وانت مرة راجل ما أخذته له تعرف الحياة والموت كله قاعد حس عليهم راجل ده يشوله منستر شهر واي يمرقوا ويمكن ما عندها. المرأة هي لو تخدم ذاتها، تخدم بقلب سليم وتخدم بالنية، تخدم حقها قاعد، أنا راجلها قاعد، ياما الظروف حصلت ياكلوا فوق يشربوا فوق سيلياتو، راجلها بقى ما عندها هي تمرق حقها، هي كان هي جابتها سيلياتو، هي كان
دمه طلب برته كليه في النهايه لإياله بس لإياله كان اكلتها ليه هو كليه ليه هو بس توجهين المره تخدم ده الخدمه دور الزول مره مين سخيره ابوها قراها وألمها واما قرتها علمتها واحد يجي ياخذه انا حتى في الاسره يجي ياخذ يقول بني دي كان خلاص هسه عندها باب وختم القران بعدين تخدم تقول لك اي يوم اداه دليل اثنين ثلاثه رفضوا لنا قالوا ما يقول ولا تخدم ولا تقري وهقى بس بقى وهقى بس خلاص بقى مره يولد ديال اثنين بطل ابوي يوديه كم مره قاعد كله مشكله المره لو تخدم وافضل دكتور زي ما سمينا كلام كلامها للسيده مريم وكلام المواطنين ده في بعض الاحيان ده الشك وفي بعض الاحيان عدم الامان كلها تقول مره كان تخدم ده اي شيء معرض له ده في افكار بعض من الناس انت فكرك شنو؟ انا فكري ان شيفا ده مره كان تخدم ده ما عنده اي مشاكل ما عنده اي مشاكل بيساعد مره نوري يساعد ده من في الاديكاسيون الاطفال الايار كله بيساعد والمشكله حقه كله خلينا يفتشوا مع الناس وبعدين بابا هم كل عندهم حق عندهم حق زي ما نورون نشوفوا وادين ده مشكله واحد عيون وادين كان بخدمه ده وادين ده سي نفرس اورو في الريبورتاج برفو ما يفك مره خليته فاهم كي عندها كان المزوجين عندها خدمه حقها في بيتها الناس القاعدين كي مره ديتها خدمه حقها ترسبكتيك ما تسمى عندهم اي مشاكل مرات تسي وتمشي كلها في قايد قايد ده بس الف كي يلقوا مستفيدين ده بس اهم شيء والكونفينس مهم الموسيقى ده في اي مكان هو سيخه ده مهم وسيلا انا انت ده هو ما عنده اي مشاكل المشاكل واحد ده قلت سيخه بينكم دارين هسه في اعتراض كثير مرات ده هي مره تخدم وهقى انا ما تمرق كملي قصر كله ترجع الراجل ده كله في قاعد ده بخلي بعد من الرجال ده هم بقول انا لا من هي تخدم وما تصر وما تساعدني كان انا كلها انا سيده من نتكلم بمسؤوليتي ده في بعض من الناس في بعض من النساء مرات ده هي تخدم وخلاص هي تشي في خدمتها عن البيت ده خلاص لا انه اي واحد عنده مسؤوليه صحيح كل راعي مسؤول عن رعيته يعني الرجل هو مسؤوليته برا بيتعب الرجال بتعبوا جدا في العمل اكثر مننا يعني هنا ممكن انت تكوني في اداره ممكن تكوني سوق تكوني قاعده في مكان واحد بس الضغوطات اللي الرجل بيكون عنده اكثر من يعني الاوين حتى لو نخدمه فلازم انه انتوا اتزوجتوا اثنين زوجين لازم تكونوا مساعد في كل شيء في تربيه الاولاد في البيت يعني ايش الفائده انت تخدمي وما تستفيدي لزوجك ولبيتك ولعيالك الراجل اللي اخذتي له هو زوجك جابك فمعناته انت سمح لك تخدمي إيه سمح لك تخدمي وانتوا اثنين مع بعض يعني المركب حقك يمشي كيف الواحد يعني مثلا المره بتقول له انا ما ادي ايوه يعني في اوين وحدين انا بس ما بتقول لي حقه هو انا ماني اتدخل هو فعلا هو مسؤوليه حقه بس لما بيجي يعني مثلا مشكله حصلت او مرض او وفاه لو قدر الله انت مضطره تقومي بالشيء ده فتعليم المراه هنا مهم عشان تساند الرجل وكمان تحافظ على بيتها وعلى عيالها ترى النقطة المهمة دي الأوين الخايفين منها ده هم هي تشيل له مسؤوليتها زي ما هسه قلت مع مريم وهو بعده بشيء خلاص مش اللي هو ما مسؤول كده يخليها المسؤولية كلها في بعض من الرجال زي ده عشان ده أوين ويدين ده هم كان بخدم كله بحافظ عليها قروش وما يقولوا أي شيء نخدمه له عشان هو بعدين يسيء أمور الآخر هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده جاي يحصل لقنا سموه وهو المشكلة ده خلي الاسم اللي الناس ما يفكروا ما انا عارف المرة كنت تقدم خليتي سيفي عندك حقها ده رأيي انا اللي تقدم يقول ماما تسيف فوق الدقاق ما عنده سيفي المسؤول للراجل عنده أي في المسؤولية مسؤولية الراجل بس المرة كانت تسيف قال لي يا لا تساعدنا في ساد انا تشوف أبدًا لي سامي شكرا لك دكتور وشكرا لك دارين وشكرا لمريم على كل الأسئلة اللي وضحتوا لنا بالتفصيل مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وإلى أن نلتقي في أمان الله.